الشيخ هناك حديث أن أطفال المسلمين في الجنة وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كان عاملا في طفل قالت هنيئا له طير من طيور الجنة أو عصفور من عصافير الجنة فكيف الجمع بينهما؟ أطفال المسلمين يتبعون المسلمين في الدنيا ولهم أحكام آبائهم في الإسلام وكذلك أطفال الكفار يتبعون آبائهم في الدنيا يكونون كفارا ويعاملون معاملة الكفار أما في الآخرة فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى قد اختلف العلماء فيهم ولعل أقرب الأقوال أنهم يمتحنون يوم القيامة لأن يرسل إليهم رسول ويدعوهم إلى الله فمن استجاب دخل الجنة ومن لم يستجب دخل النار.